جيش واحد شعب واحد عراق واحد الموصل تتحرر. مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة سمرية فضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شباب بنات لهذا اليوم 1/12/2016. هذا آخر شهر بهذه السنة، كل بلدان العالم أو أغلب بلدان العالم بدأت تستعد قبل أيام إلى حفل رأس السنة. يا رب أنه إحنا من هذه البلدان نكون ونستعد إلى الاحتفالية برأس السنة ونستقبل العام الجديد بأمنياتنا وبتفاؤلنا. يا رب الأمن والأمان على كل العراقيين، يا رب نستقبل العام الجديد بالنصر القريب، يعني نستقبل العام وإحنا منتصرين على عناصر التكفير داعش بمحافظة نينوى، ويتحرر العراق من كل عناصر التكفير ويرجع كما كانوا أفضل بالسابق. يا ربي أمنياتنا بالأمان والسلام، وكل عراقي يتوفق بهذا اليوم. حلقتنا هذا ومشاهدنا بكثير من المواضيع المهمة، وأيضاً ضيوفنا راح يكونون مميزين. اللي حاب يتواصل ويانا ويتداخل ويانا أو يتناقش ويانا وينطي رأيه بكل موضوع، بكل موضوع ضيف وبكل موضوع راح نطرحه من مواضيع برنامج شباب وبنات، تقدر تتواصلون على صفحة البرنامج بالفيسبوك شباب وبنات من السومرية، أو تتواصلون على صفحة السومرية دوت تي في. راح نبلش حلقتنا مشاهدينا مع ضيفنا الموهوب الرسام ساري حسام، ضيفنا في برنامج شباب وبنات. مساء الخير. مساء النور، شلونك ساري؟ الحمد لله. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا. كل الهلا بيك في برنامج شباب وبنات. بداية ساري، أنت موهوب برسم اللوحات بالمقلوب، عرفنا عن نفسك، ازجد عمرك، وين دراستك، ازجد صار لك بهذه الموهبة؟ أنا ساري حسام، صار لي أرسم بالمقلوب من 2013. أرسم من أني وصغير، يمكن أول شيء عرفته حياتي قبل ما أعرف شيء أهلي يقولون يعني كنت أرسم. شو كنت تعرف؟ قل عمرك كم؟ من زمان يعني، أنا أذكر إنه برابط كان يسموني بيكاسو الصف، يعني كنت واصل مرحلة. زين. فأرسم من زمان كلش. الشيء الجديد اللي أسويه إنه أني أرسم بالمقلوب. طيب هسه قل عمرك أنت حاليا؟ 19 سنة. طيب ساري، هذا الفن اللي أنت تقوم به رسم اللوحات بالمقلوب، شنو الفكرة اللي خلتك ترسم هذه اللوحات؟ وين نشوف نفسك أكثر بالإبداع برسم اللوحات بالمقلوب لو باللوحة الاعتيادية؟ بالبداية شفت إنه الموضوع كلش صار اعتيادي، إنه الرسام صار مكانه محدود، إنه يعني كبيرة يسوي معرض ويجون ناس من النخبة يشوفون هذا المعرض، وما راح يسوي صدى كلش على الناس أو على الشارع يعني. طيب. ففكرت بطريقة تشدك إنه أنت تشوف اللوحة وتشدك إنه أنت تشوف رسام، والكل يقدر يستقبلها من الأطفال، من كل طبقات المجتمع. طيب. فلقيت إنه الطريقة الوحيدة إنه أدخل موضوع يحبه الناس واللي هو الميوزك. زي. الطريقة تشد الناس بها سسبنس اللي هي بالمقلوب، لأن أنت حتظل متحمس شنو راح يطلع بالنهاية. صح. أوكي. ففكرت إنه أضيف شيء جديد. زي. وأسوي هاي الطريقة شغلات جيدة أضيف لها، مثلا أنه يغني وياي فنان مشهور وأني أرسم. حلو. أو وياي موسيقار مشهور سويتها ويا مشاهير، يعني هم راح نحكي بالموضوع. هذا الشيء اللي ضفته لهذا الفن. هو شنو كان أكيد. شنو كان مضمون هذه اللوحات اللي رسمتها واللي دمست بها الموسيقى والرسم بالمقلوب؟ شنو كان مضمونها هذه اللوحات؟ ببداية كان الموضوع مقتصر على الوجوه، يعني على وجوه فنانين. كنت أحس هذا الشيء متعة كلش، إنه أنت شوف شخابيط بعدين شوفها شخص تعرفه، فنان أنت تعرفه. فكنت أحس هذا الشيء كلش ممتع بالنسبة للناس. شوي قمت أناقش به قضايا من هالتطرف، الارهاب، هواي اشياء ممكن تجي على بالك. شلون استفدت المتلقي بصوره سلسه؟ يعني شلون شافوها الناس؟ اكيد انت ممكن توصل مسج بحكايه الناس تاخذها وبعدين تنساها، بس انت من توصلها بصوره وبميوزك وبعرض حلو وشو ظل بعقل الناس، يعني حتى اذا ما حطبقها، بس انا على الاقل انه قدرت اوصل مسج معينه ببالي وبطريقه جديده. طيب هذه الطريقه من بديت بها انت، من اللي حاول انه يشارك وياك؟ يعني تذكرت قلت انا تعاونت ويا مشاهير، شلون قدرت توصل لهذه المشاهير؟ من هم المشاهير اللي انت تعاونت وياهم؟ يقول لك انه الشخص يصعد الدرج درجه درجه. صح. اني بنيت كل درجه يلا صعدت عليها. حلو. فاني بلشت من الزيرو، انه من المهرجانات اللي كلش بسيطه، كنت اسوي كشك صغير اعرض بيه اعمالي وغير هيك شيء، وشوي شوي لا صار الموضوع انه كبر، مهرجانات اكبر، مهرجانات اكبر، لحد ما قام يصير علي طلب بالحفلات اللي هي غير المهرجانات. يعني حفلات عيد الحب او هيك شيء، لانه صارت الفقره سلسه كلش بالنسبه للناس. طيب. فصارت انه هنا وخارج العراق همينة مشاهير هوايه كنت استغلهم، بس بالشيء الايجابي انه يخلوني اوصل رسائل للناس، لانه مثلا وائل جسار
بالحفله مالته، هو يغني واني وياه على ستيج ارسم. حلو. فانا راح اكسب جمهوره انه يشوفني، وبنفس الوقت راح يشوف الرساله اني اقدمها. هذه الصور حاليا المعروضه على شاشه السومريه اللي انت قمت برسمها، هذه في بيروت، هاي بيروت بالروشه رسمت صباح، هذا فيديو كليب رسم. طبعا اول فيديو كليب رسم بالعالم اني سويته. حلو ما شاء الله، يعني انت سويت فيديو كليب لك. هذا كان حلمي اني بالمناسبه اجيت للسومريه قبل سنه قلت انه هذا حلمي انه اسوي. فانا قدرت خلال هاي السنه احقق هذا الحلم. حلو. وجيت للسومريه. وجيت للسومريه هناك ما شاء الله علي معروف بدعم المواهب العراقيه، واكيد احنا دائما نوعد كل شاب يكون في بدايه طريقه وبدايه مسيرته أكيد. انه بعد ما يستمر ويكون في نجوميه اكيد برنامج شبابات راح يحتضنه ويعرض كل نشاطاته. اكيد. هذه اللوحات هاي ايضا هي ايضا فيديو كليب ثاني بالبترون بلبنان همينه. الصور اللي قبلها بها شيء كلش مهم، انه مثلا قضيه الكراده. انا يعني اخذت اللوحه مالتي ورحت رسمت كهرمانه دا تصب بدل المي دم بالمكان مال المجمع ليث التفجير. فاني بكل حدث او كل شيء اشوف انه الناس متاثرين بي، وانا همنا اني كعراقي وكشاب بهذا المجتمع اكون متاثر بي. همنا اروح واشارك الناس بس بطريقتي، بالطريقه اللي اني احس انه راح شلون اقول لك. هاي الطريقه اللي انت تفكر بها ساري، انه اكو احد يساعدك بانه انت تكتبس هذه الفكرات او الفكره حتى انه تقدر تاثر بها المتلقي، يعني مثلا قضيه الكراده غير قضايا انت قلت اكثر من رساله انا بعثتها عن طريق رسمي، شلون تقدر انه تفكر بها، شلون تقدر انه تصنع من خلال هذا الاشياء. كل فكره او كل شيء محتاج لها جيش وراها انه ينفذها. انا صحيح عندي الفكره، عندي الرسم، ممكن اروح، ممكن اجازف بنفسي، وجازفت بهوايه، يعني احنا بعز الخطر وبعز التفجيرات وبعز الطائفيه عشان نروح المناطق كلش خطره نقدم بها عروض ومهرجانات ومعارض همينه. فبس بنفس الوقت اذا تحتاج ناس توفر لك الحمايه، توفر لك انه توفر لك انه يعني تحوطك، لانه ما تعرف شنو الناس شلون منظمات هوايه تساعد او فرق شبابيه، فهم عرفوا انه ساري حسام هاي شغلته. من يصير حدث معين او هاي يتواصلون وياي. طيب. واني اكيد اكون. طيب. في لبنان من اللي ساعدك هناك بصناعه هذا الفيديو كليب اللي قلته انه هو اول فيديو كليب بالعالم؟ فيديو كليب انتجته منظمه باكس الهولنديه. زين. انتجوه من يعني فروم اي تو زي. الاخراج مالته كان 4K، يعني فد شيء كان جدا. شلون تم التعامل معاهم يعني انت شلون قدرت تتواصل لهم؟ انا كنت قبل اشتغل وياهم مهرجانات، مثلا يقدمون هم مهرجانات كلها خيريه، يعني مثلا مهرجان ضد الطائفيه، مهرجان ضد التعصب الديني، يعني مختصه بحقوق الاقليات. طيب. فكنت هوايه اقدم وياهم عروض، ارسم بها شخصيات تخص هذا المجال. حلو. شويه شويه فاقترحت فكرتي عليهم. زين. اول مره ما يعني ما حسوها صدق راح تصير، ما فهموا الفكره. طيب. فرفضت، وبعدها حاولت مره ثانيه وثالثه لحد ما صار. اها يعني استمريت انه بديت انه بهذا الرفض اللي اجاك، يعني ما حاولوا انه يضعفوك قوت بهذا الموضوع. طيب ساري، يمكن من خلال حديثك يعني ذكرت باكثر من مهرجان انه شاركت ووصلت الى هذا المستوى من النجوميه والتعاون مع المشاهير. بدايه هاي. هاي البدايه. طيب يعني هذه المعارضه او مشاركتك بهالمهرجانات ساعدتك طورت مهاراتك او موهبتك حتى توصل لهذا الموضوع؟ اكيد. الرسام بالمرحله الاولى هو خبره، يعني الرسام اللي ما عنده خبره او اي رسام كان مهما يكون قوي بالخبره حيصير اقوى ويزيد خبرته. فاني بالنهايه رسام، مو بس انه اني شو او انترتينر او غيرها، اني بالنهايه رسام، يعني ايدي اللي تاكل على الموضوع. فاكيد كل عرض حتى لو كان مهرجان صغير او كبير هو يزيد لي ويفيدني. حلو. ويزيد من خبرتي بالموضوع. طيب الدراسه وينها بحياتك موجوده؟ اني طالب هندسه حاسبات مرحله ثالثه، ويعني لا احاول اوازن بس كل هذا اللي اسالك اياه، يعني هذه الدراسه كل الصعبه وفي نفس الوقت الفن والموهبه اللي انت حابه كل انا احس نفسي مقسوم نصين، نص اللي هو اللي كلش دراسه وكلش هاي وكلش عادي، والنص الثاني اللي لا اللي عالم ثاني. ابدا ما تربط نص نص يعني. زين، اكثر شيء همك وين صاب بالدراسه لو بموهبتك؟ اكيد موهبتي، يعني رسام قبل ما اني اكون مهندس، قبل ما ادخل الهندسه. زين. فيعني يعني ايش قد ما اقول انه انا هسه راح اترك راح خلاص، او تجيني شغلات تكسرني شويه اقول انه خلاص ستوب لهنا، خلي اهتم بغير مواضيع. طيب. ارجع ما اقدر اعيش بدون ما ارسم. ساري كفنان انت موهوب ورسام وعندك هذه الموهبه الفريده من نوعها خلينا نسميها، وانت عندك فيديو كليب باللوحات الاول بالعالم مثل ما ذكرت حضرتك. شنو اللي يحتاجه اليوم الفنان او الشاب او الانسان اللي يكون في بدايه مشواره، يعني عمره 14 15 سنه 10 سنين، شنو اللي يحتاجه حتى يخليها في شخصيته ويكون رسام محترف، رسام يوصل للنجوميه؟ اولا يخلي شخصيته بكل عمل يسويه، ما يقلد احد، يكون هو، يكون نفسه، ويعني يحارب على مود يظل نفسه ويحط بصمته، يعني ما يمشي ويا الموجه.
لانه انت ما راح تمشي عكس الموجه، اكيد راح تنجح وراح تسوي لك بصمه. ساري ما قللت احد انت؟ اكيد لا ابدا. اكيد لا. طيب من موكب الحداثه ما تدرس على هذه الموهبه، ما شفتك رسامين معروفين تقدر تاخذ من تجربتهم بهذا المجال، احتمال تضيف لك. ممكن نضيف لي، بس اني حاب انه اني ابلش نفسي. انا مثلا هسه اقدر مثل اي شخص ثاني اشارك ببرنامج مواهب ويخلوني بتوب النجوميه الشهرين او ثلاثه وبعدين ارجع اهبط مثل كل اللي نشوفهم. فاني لا، اني حاب ابلش الدرجه شويه شويه. يمكن هو الوصول للنجوميه سهل لكن الحفاظ عليه يكون اصعب. كلش صعب. صح. فاني حاب انه ابلش شويه شويه حتى من اوصل اكون صدق مستحق المكان اللي اني واصل به. زين. طيب ساري، يعني انت بالمستقبل راح تستمر بهذا المجال لو انه انت عندك فكره اخرى ثانويه حاب انه تتجه بها او يعني تقدم عليها؟ اني طموحي ما له حدود ابد يعني، فدائما يعني كل يوم عندي فكره جديده، كل يوم عندي شيء جديد على اطبقه، فانا اكيد راح اظل بهذا المجال بس بنفس الوقت اوسعه اكثر. يعني مثلا انا قدمت برنامج على الرسم وثاني برنامج هو برنامج المرسم الصغير. زين. وهذا شيء كبير بالنسبه لي. طيب واجهتك انتقادات على اللوحات اللي رسمتها وعلى الاعمال اللي قدمتها؟ اكيد هوايه، بس يعني نقد بناء لو انه نقد غير بناء؟ اغلب غير بناء. اغلب. شلون تقدر تميز بين النقد البناء والنقد الغير بناء؟ احتمال انه اكو اشخاص يضيفون لك اشياء ينتقدون لوحاتك وان تكون هي حقيقه، تدرس اللوحه اللي تنتقد؟ انا اكيد اني افكر بالانتقاد وحكي الناس مليون مره. زي. يعني ما افوت منها طلع منها، لا انت يعني افكر به هوايه وافكر، بس بعدين اوصل لنتيجه واحده انه اني فنان بالنهايه. يعني اني ما دا اسوي جريمه حتى احد يشتم او احد يحكي او احد ينتقد اسلوب ما حلو، اني بالنهايه دا اقدم فن انترتينمنت. يعني اشوفها بالنهايه انه كل فنان عنده طريقته. صح. ما محتاج انه شخص غيري يجي ينتقدني او غير شيء، انا اذا اسوي طريقتي انت روح سوي طريقتك. الفيسبوك فادك في اعمالك؟ اكيد هوايه؟ كل روج بي عن لانه هم انا روجت كنت ارسم فنانين. زين. وادز الرسومات لهم واخذ تعليقاتهم واضيفها على رسم وهم. طيب. ينشروها. طيب ساري راح اروح انا وياك المشاهدين بجوله سريعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف ابرز الاخبار اللي انتشرت والصور على السوشيال ميديا. بدايه راح كالعادة نشوف انتصارات أبطال الجيش العراقي والصور اللي تشيد كل مواطن عراقي يحب بلده ويرفع رأسه بشهامة وبسالة ورجولة الجيش العراقي. هم يقاتلون بساحة المعركة ويقدمون التضحيات ويقدمون كل الأشياء الإنسانية لكل مواطن عراقي. صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أبطال من الجيش العراقي وهم يحملون الناس اللي هم يكونون كبار بالسن عاجزين عن المشي على اقدامهم. مثل ما لاحظ هذه الصوره مشاهدين انتشرت بصوره كلش كبيره وتفاعلوا وياها كل الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه رساله الى كل اللي يحاول انه يشكك بقدرات ابطال الجيش العراقي او يشكك بحبهم وولائهم الى بلدهم. اليوم نشوف مقاطع الفيديو يعني شلون المواطنين يستقبلون ابطال الجيش العراقي وفرحانين يهلهلون ويقصون ويهوسولهم حتى يخلصوهم من بطش عناصر تكفير داعش وهذه العصابات التكفيرية اللي بعثت بهذه المدينة، قتلت وسلبت ونهبت ويتمت الأطفال. بالتالي هؤلاء الأبطال موجودين يقدمون التضحيات، يحررون كل منطقة في مدينة الموصل إن شاء الله أيام قليلة ويعلنون النصر القريب. نروح إلى صور أخرى في منطقة الناصرية. مشاهدين البارحة بالليل يمكن في بغداد شوية مطرت الدنيا، جو بارد، اليوم قعدنا الصبح ومغيم الدنيا، الناس بدت خايفة من الفيضانات اللي تصير. أول صور شفناها اليوم بالفيضانات هي بالناصرية، صور انتشرت بالناصرية عن مناطق، بعض المناطق في محافظة الناصرية يقولون هاي التيست مال المطر، حبيت الكلمة أنا. تيست مال المطر فيضت أغلب من منطقة بالناصرية. اليوم السومرية نيوز، موقع السومرية نيوز أيضا نشر صور عن تساقط الثلوج بمنطقة أو بمحافظة الناصرية. بالتالي نتمنى من الجهات المعنية أنه الحيطة والحذر، يعني نتمنى أنه ما تفيض بغداد أو باقي المحافظات وما يدخل المي إلى بيوتهم. وأيضا كل سنة تد العوائل العراقية تغير الأثاث بسبب الفيضانات. نروح إلى مناشدة من أهالي الشعب، منطقة الشعب، نشوف صورة انتشرت بمنطقة الشعب وهم يناشدون الجهات المعنية أو الجهات المسؤولة على هذه المنطقة بتوفير الخدمات. نشوف تراكم النفايات بالجزرات الوسطية وبالشوارع العامة، صراحة منظر ما يفرح، منظر يعني يقهر كل مواطن يحب منطقته ويحب أنه تظهر هذه المنطقة بأجمل صورة. صراحة من نشوف هذا المشهد يعني ألمنا إحنا، هاي الناس ما عندهم غير
وسائل الإعلام، وإذا وسائل الإعلام كانت بعيدة عنهم أكيد يبعثوها لنا على صفحة البرنامج أو ينشرها بها الفيسبوك، وإحنا بدورنا ننقلها إلى الجهات المعنية حتى توفر لهم فد حل أنه يتشلون هذه الأنقاض أي هذه النفايات عذرا من هذه المنطقة، أكيد راح تسبب أمراض أو تنتشر الأمراض بها وتكون بها جلكم الله الحيوانات اللي هي تكون سائبة بالشرارة. موضوع اخر مشاهدينا اليوم، النشاطات الشبابيه نشوفها كلش حلوه، وبدت انه بعض الشباب يشتغلون شغل الدوائر الحكوميه بدون اي مردود مالي، بالتالي انه يروحون يتعاونون مع جهات معنيه من الحكومه وهم يكونون ايدي عامله، وتكون كل الاشياء يجيبوها من جيوبهم او من جيبهم الخاص يصرفون في سبيل انه يطلع شارع مرتب، شارع بصوره حلوه، شارع بمنظر حلو. شباب، مجموعه من الشباب اسمهم بصمه امل، طبعا دول الشباب دائما يقومون يفترون بشوارع بغداد، دائما يعني يرسمون لوحات توعويه تثقيفيه، لوحات تربط ما بين الماضي والحاضر، لوحات تفيد او تعزز من ثقافه بعض الناس اللي تكون هم يعني ثقافتهم تكون بسيطه، بالتالي هذول الشباب يحاولون كل منطقه يعني يختاروها يتعاونون مع هذه الدائرة الحكومية المسؤولة. يمكن هذه في منطقة الكاظمية تحديدا شارع الكندي، هذول الشباب تعاونوا مع بلدية الكاظمية وقدموا هذه الخدمات وقدموا هذه اللوحات اللي نشوفها حاليا أمامكم مشاهدينا. صراحة نفرح من نشوف هذه النشاطات الشبابية اللي يقومون بها، صورة واضحة يفرح بها كل شاب، ونفتخر احنا كشباب نشوف عندنا هيك شباب وبنات ايضا مشتركين بهذا العمل وبهذا الانجاز، بنفس الوقت انه اكو شباب موهوبين يعززون من موهبتهم، يقوون ويطورون من موهبتهم بمشاركتهم بهذه النشاطات، خدمة للصالح العام وخدمة لانفسهم بداية حتى يطورون من موهبتهم. ارجع لك ساري بسؤال سريع، فادتك النشاطات الشبابية؟ عزت من قدرتك؟ أكيد، أنا بلشت من نشاط شبابي اللي هو مهرجان يوم السلام، فأكيد تفيد. أساساً هسه ماكو مهرجانات قاعد تشتغل بالعراق غير المهرجانات اللي سواها الفرق الشبابية. ساري حسام، نتمنى لك كل التوفيق يا ربي. الحلقة الأخرى اللي راح تجي بها بعد سنة نشوفك نجم لامع في الوطن العربي. شكراً. وشي أخير أقوله لكل الناس اللي يريدون يتابعون النشاطات اللي أنا أسويها أو شون بها لوحاتي، فيتابعوني على السوشيال ميديا، إنستغرام وفيسبوك ساري حسام. شكراً جزيلاً. شكراً.